وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية نزلت في غزوة أحد، وذلك عندما انهزم المسلمون وانسحبوا، فنادى الشيطان قتل محمد قتل محمد. والشيطان حينها كان قد تجسد بصورة رجل وشارك بالمعركة مع المشركين، يعني كان من جند المشركين. ورجع رجل من جيش المشركين إلى المشركين وقال لقد قتلت محمدا بيدي. وبالفعل هذا الرجل كان قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه من الخلف وعلى رأسه، لكن الخوذة التي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم حمته من سيف هذا الرجل المشرك. خيل إليه أنه قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد جرحه وقد أصابه إصابة بليغة، فوقع ذلك في قلوب المسلمين، ومنهم من صدق الخبر فوهنوا وضعفوا وتأخروا في القتال. فنزلت هذه الآية أنكم تقاتلون لأجل الله ولأجل دين الله وليس لأجل الرسول الذي بينكم.